بسم السلام الكوني وباسم المحبة الكونية يا أختي المباركة، استلمي كل خير الأكوان واستلمي كل محبة الأكوان. كلنا نقول بالتجربة، الكون يعلن، كلنا نقول أنت قاعدة كونية عظيمة وعائلتك الكونية تباركك والأكوان تباركك يا أختي، وأنت ضوء أبدي وضوءك ينير كل الأكوان. آمين آمين آمين. فأنت قلتي أنت عملت الجلسة، يعني الجلسة اللي خلينا نقول الأخيرة، وماذا حدث؟ أنت قلتي على الأكاشا ريكوردز، ها سجلات الأكاشا، وصلتي نعم، هناك كيف؟ أي عزيزتي أنت تفضلي. في البداية كانت النية، يعني أنا حديثا بالجلسات صرت أي أعتمد على نية السفر، يعني إذا كنت أريد جواب لشيء صح أنويه مع أي طلب الإذن بالسفر رائع وبعدين أسافر. أي فنويت إنه أريد أن أكتشف حقيقة الكون، أريد المزيد من المعلومات، أريد أي نعم. فوفقت بالسفرة، نعم رافقني الحصان مثل دائما، حصان هو أخذك قصدك؟ المدرب، نعم. أي ففقط أوضح أيضا مرة أخرى، لأن ممكن طلاب جدد يعني يسمعوك، ممكن فقط أنا أوضح، فهي تنتمي أختنا المباركة لكائنات الأندروميدا، وهي تلتقي دائما بأنواع مختلفة من الكائنات، فإحنا وضحناها يعني عندها جلسات عظيمة ورائعة. فأحد الكائنات نقول دائما معاها، وهو كائن الحصان المجنح ذو القرن الواحد، حتى أكرر يعني معلش أنا قلته سابقا في جلسات سابقة، يعني عنده القوة يعني هذا الكائن إنه يكون أو يبني أنفاق ضوئية وهو يعرفها. أي نعم يعني هو دائما يكون معاها. ممكن يا عزيزتي أنت نعم أستاذ، هو رفيقي في أغلب السفرات. أي اقتربت منه وقلت له أنني أريد أن اليوم لا أريد أن أذهب مباشرة إلى سفينة العائلة، نعم أريد أن أكتشف، أريد أن أكتشف الكون. أي مباشرة بدأنا بالسفر. بدأت صور وكواكب نعم هكذا تمرق أمامنا، وكنا ندخل من كوكب ونخرج من كوكب، كانت كأنها رحلة للتعرف ماذا يوجد في الكون. أي نعم بدأنا من كواكب شجرية جدا مليئة بالأشجار. وصلت هناك إلى هذه الكواكب؟ نعم، في البداية أي وصلت إلى كوكب مليء بالأشجار، نعم كانت سريعة، يعني كنت أرى، أخذ فكرة أولية ونكمل، يعني لم يعني أجلس في الكوكب وأكتشفه كوكب كوكب، ليس هكذا، كانت إنه يعني أخذ انطباع أولي عن ما يوجد نعم حولي. أي مررنا أيضا في كواكب صخورية، كواكب ماذا قصدك؟ صخور، ها الصخورية ترى مرة فيه أخرى أي الملايين من الصخور، أي لا تميز إذا كانت هذه صخور فعلية أم صخور هي كائنات، يعني أها لا تميز عجيبة لأني أي رأيت، نعم لأني رأيت صخور تتحرك. نعم إذ يعني إذ دققت في الأمر أو نزلت إلى الكوكب نفسه، أي كنت سأكتشف أن هذا يعني واضح أنه كوكب للكائنات الصخورية أي نعم الحجرية من الصخور يعني. ومررنا أيضا في كواكب رملية، الرمل، أي نعم وكواكب دودية فيها يعيش ديدان. صحيح اي لكن فقط اريد ان اوضح هذه الكواكب الدودية شبابنا مش تربطها بالصور اللي انت تشاهدها بالارض، لا، اعرفوا هذا شيء مهم جدا جدا، فهي ممكن تجدها ضوئية، تجد عندها اجنحة، هذه الكواكب متطورة، لكن فقط معلش انا دائما اوضح الانواع الحيوانية، الحشرات، النمل الذي أنتم تروه في الأرض، هذا محور، انتبهوا شبابنا، هذا
يعني خلطت جينات، نعم خلطت جينات متنوعة، مزجت كائنات مع كائنات، عملتها لدراكونيان، ما بعرف أيضا ممكن مليون خلال مليون سنة، 10 مليون سنة، ما بعرف كم يعني. فبالتالي هذا النموذج الذي تروه يعني الكائنات الحيوانية، حتى الفيلة تعرفون هذه عندها كواكبها الخاصة. أي نعم، هذا أمر في غاية الأهمية. فهذه النوعيات من الكائنات في الأرض هي المحورة التي غيرت جيناتها. أي نعم، وهذه تعود إلى كواكب عظيمة. أي نعم، هو هذا الكون، الكون متنوع بالكائنات. وهي أيضا من خلال جلسات أختنا لو تراجعوها أو تشاهدوها، نحن أيضا نكتشف أن هذه الكائنات مرتبطة عاطفيا بقوة، واحد مع الآخر كأنه واحد يعرف الثاني، واحد يساعد الثاني بالفلسفات الروحية، نعم واحد يدعم الثاني عاطفيا، وواحد يقوم بتطوير الآخر. انتبهوا، أي نعم، هو هكذا نكتشف، واحد يقوم بتطوير الآخر، واحد يقوم بتعليم الآخر، واحد يقوم بتصعيد الآخر إلى مستوى أعلى. فمثلا كائنات الإندروميدان والبليديان والكائنات الأسودية، الكائنات الكونية الأسودية هو هذا المصطلح، هذه مسؤولة أنه ترفعنا إلى مستويات أعلى. انتبهوا انتبهوا، لهذا الأمر مهم. أي نعم، يعني وليس الكون الذي قدم لنا الإعلامي، هذا الإعلامي ليس صحيح، أنه الغابة يعني فيها هيك، قالوا أنه يعني هي هاي الكلمات، الحيوانات المفترسة، تمام، النمل، الحشرات، تصغير وتوحش، أعطوا إلى الكون كأنه كون توحش، هذا خطأ ليس حقيقي. كلما، انتبهوا للذي نقوله، كلما تدرسون أكثر حول الكائنات وطبيعتها وحضاراتها، تجدوها كائنات متطورة وكائنات متفاهمة واحدة مع الثانية، وكائنات محبة للخير وللسلام. هذا الأمر في غاية الأهمية الذي نقوله. النمليين، الحشراتيين، الكائنات الطيورية بهذا الوصف يعني، تمام، كائنات الاندروميدان، الكائنات الأسودية، كائنات البليديان، الكائنات الصخورية، وحتى الكائنات التنينية. يعني عندنا جلسة، الحلقة رقم 1179، حملنا إلى يعني هذا الحديث اللي أنا أو يعني نتحدث فيه، 1179 رقم الحلقة 1179، قسمناها إلى 3 أجزاء مهمة جدا، وفيها أختنا من الكائنات تعود تنتمي إلى الكائنات الكونية الأسودية، تلتقي هي سافرت إلى كوكب، وقائد هذا الكوكب هو من أحد فصائل التنين، وكانت هناك مناقشات رائعة، وتحدث لها حول تكنولوجيا الروح، ونحن أيضا بدأنا نناقش يعني كيف أن الدراكونيين قاموا ب يعني تعلم هذه الأسرار من الكائنات العليا، صناعة الروح وهذه التكنولوجيا. لكن هو يعيش خير وحكمة ومحبة، مع العلم هو من الدراكونيين. أي نعم، تلاحظون يا عزيزتي، أنت تفضلي. نعم أستاذ، إيه وأيضا أخذني إلى كواكب يسكنون فيها دراكونيا. أها، أي مررنا إيه بين، يعني رأيتهم، رأيت وجوههم هم نعم، وأشكالهم ليست لطيفة. أي
يعني كما يجب، لكنهم مقبولون، ليسوا بدرجة الرعب، بل يعني اي إنهم مرعبين أو اي هكذا. وأخذني إلى كواكب بها بشر، نعم لكنهم بالحضارة يعني متأخرين جدا. كواكب ايش ممكن تكرري؟ بها بشر، بها كواكب بشر. اي اسمها بشر، لكنهم اي يعني نحن الآن وضعنا في الأرض يعني بحضارات نسبقهم، يعني أنهم يعني كأنهم في بداية لا أعرف العصر اي الحجري وشيء كهذا. اي وأيضا أخذني إلى كواكب فيها البشر متقدمون بشكل مذهل اها إلى كواكب ومتوازفين. بشرية أخرى نعم، متطورة. متطورة جدا. يعني اي عن جد أنها بشكل مذهل. رأيت الترتيب، رأيت الحب، شعرت بالحب، اي شعرت بالهدوء، شعرت رائع. بالترابط، اي شعرت بالانسجام. رائع. كان البشر متحابين لدرجة أنك عن بعد تشعر بالراحة وتشعر اي بالمحبة، يعني امين. أن تشعر هذا الشعور بين نعم. البشر هذا غريب. طيب اشكالهم تشبهنا تماما تقريبا قصدك؟ بشر مثلنا، مثلهم، نفسنا. نفسنا. اي وأيضا أخذني إلى الثقب الأسود. أها أي الثقوب السوداء التي يطلقون نعم، عليها. أي الثقب نعم السوداء. هو لم يدخل، ابتعد قليلا. أي كان أنا يعني أنا من السهل أن أدخل، لأنني لست بال يعني لم أكن بالجسد هناك، كنت فقط بالروح. أي أستاذ، دخلت نعم رأيت حضارات أي بحالة موت أو توقف الزمن، أي شعرت إحباط شديد، لا أعرف، أي شعرت أنه مقبرة الكون، لا أعرف كيف أسمي هذا الشيء، أي لكنه مليء 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 اللي هو مليء الثقب السوداء بالأشياء. قصدك؟ نعم، طيب رأيت أي أشياء مثل بواقي كواكب، بيوت أي مدمرة، سفن فضائية. أي رأيت الكثير من الأشياء بلا روح. أي نعم، لا هو فقط أنا أريد أن أوضح رجاءً، هذا هو مستوى من الثقوب السوداء، لأن هذه الثقوب السوداء هي عوالم. فإحنا شوية يعني بهاي العلوم، وإحنا جاي ندخل بعمق حقيقة، يعني إيه يعني جاي لو تلاحظون يعني نتحدى فيك ونوضح الأمور بعمق. فهو يعني ممكن هو المستمع يعتقد هذه كل الثقوب السوداء، هاي ليس كل الثقوب السوداء، لأن الثقوب السوداء ليس فيها لا بداية لا نهاية. وهذه ممكن المستوى ممكن الأول أو البسيط، نعم، فهي فيها أجزاء ممكن من الطاقات القديمة، خلينا نقول الطاقات السلبية أو التي تركن، لكن عندها روح، لكن نحن نعتقد ما عندها روح، لأن هو الجماد، مش المعنى أنه ما عنده روح. أي نعم انتبهوا، هذا أمر في غاية الأهمية شباب، هذا درس مهم. مش يعني أنه هذا جامد بمعنى ما عنده روح، لا ليس هكذا. مثلا هناك وضحت كواكب اسمها الكواكب الخيوطية، أو حتى ممكن نسميها الكواكب الحبالية. ها حبال خيوط. فلو تذهبون إليها تجدون كثافة من الخيوط. أي نعم، لكن هي عندها نظام، عندها دستور، نعم، وتعيش يعني كائنات تعيش وتفهم وتعرف وتفكر. لكن أنت ممكن ترى تقول ما هذا، رأيت كوكب كله خيوط. نعم هو كله خيوط، لا يعني أنه ما في حياة.
أي نعم، الحياة في أعماق الإلكترون، في جدران البيت موجودة الحياة. نعم أي عزيزتي، فمثلا أريد أيضا فقط أن أضيف يعني من فضلكم أنه أنت يعني في السفرات الكونية أنك تبارك الأمور ممكن التي لا تعرفها أو ممكن لا تستطيع أن تفسرها، فقط املأها بالضوء واستمري أو استمر، مهم هذا الأمر الضوء. فمثلا تذهبين إلى مكان ممكن إذا لا تعرفين كيف تتصرفين من أعماقك، تباركين بالضوء واستمري. إيه عزيزتي، نعم أستاذ، وأيضا أخذني إلى كواكب مشعة بالنور، نعم لم أرى شيء إلا نور، نور فقط، أي نور نور مشع. نعم آمين هناك طاقات أيضا، يعني راحة، تشعر أي بالراحة من قوة النور، آمين وأيضا في الأثير، ما يعني ما بين الكواكب، نعم اكتشفت أنه يوجد كائنات صغيرة ودقيقة، يعني بصعوبة أنت تراها، صح، يعني الله رائع جدا. اي يعني اي كانت وأستاذ أيضا هي لديها تكنولوجيا مع صغر حجمها، لكنها كانت تسبح بطريقة أنها صح مثل، اي لا أعرف، كأنها على سفن من بحجمها، لم أفهم، اي فعلا صحيح كنت بصدمة من ما أرى. نعم صحيح، هذه كائنات يعني نسميها الدقيقة جدا الغير المنظورة، صغرها ما بعرف تريليونات من التريليونات، جزء جزء من التريليونات من الملي ملي ملي جدا صغيرة، لكن فيها عوالم. صح إيه؟ وهي مليئة بالروح، أنت تعرف أنها كائن، طبعا إيه صح ليست إيه؟ مجرد يعني شيء هكذا عبثي في الكون، لا، لا لا لها أبدا إيه؟ روح وعندها نور وعندها مثلنا تماما. اي صح اي، هل استطعت ان ترين اشكالها ممكن ولا صعب كان يعني في أستاذ، تلك المحطات؟ التي اقتربت يعني عبرت من أمام عيناي كانت صغيرة جدا وقريبة، مجنحة ولكنها قريبة بالرأس من الحيوانات، يعني رأس تقريبا مثل رأس الثعلب، لكنه صغير جدا 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 جدا، اي لا أعرف المزج هذا الغريب اي مع جناحين، وكانت تقود مركبة صغيرة، اي لا أعرف الشيء، طيب كيف لكنها استطعت، ممكن شخص يسألك يعني، ممكن شخص لأول مرة يشاهد ممكن هاي يعني هاي المناقشات، يعني كيف استطعت أن تشاهديها مثلا؟ ممكن نعم، قدرتي مثلا تكتشفين إيه؟ باللحظة التي انتبهت إلى وجودها، شعرت، كنت يعني اليوم أحسست أنني يعني كنت اتحادية جدا جدا جدا، يعني أها صح منسجمة مع أي السفرة، نعم شعرت بالأثير على بشرتي، على وجهي، وكنت عجيبة أستمتع به، أها فلاحظت شيء، دققت فيه ونتج أن هذا ما يعني هذا هو الشيء، الكائن الصغير، أي يعني أظن أنه بحجم النمل هكذا أو أصغر قليلا. آه إذن مش جدا صغيرة يعني. ليس دقيق لدرجة أني لا أراه آه يعني، ليست دقيقة لكنه ك صغير أي يعني. آه أي كيف تفاعلت معهم مثلا، أو هم كيف أو هم كيف تفاعلوا معك؟ أنا رأيت فقط واحد كان يعني يسافر أمامي، يعني يسبح آه واحد بالكون فقط أمامي، أي واحد فقط الذي رأيته، آه لم أكن بكوكبهم يعني، ولكنني اي اكتشفت أن الكون مليء بالأشياء لدرجة أنه يوجد أشياء نحن من الممكن أن لا نراها من صغرها، يعني هذا هذا الان، رأيته. هذا الان في الثقوب السوداء، معلش لو لا تسمحين لا لي من لا، فضلك، هنا ولا انت هنا هنا تجاوزتي هذا المستوى لا، الثقوب السوداء؟ تجاوزت، لم أبقى كثيرا هناك لأنني لم أكن مرتاحة. اها اي بعدها طلبت
من الحصان، أن نعم، يأخذني إلى السفينة. سفينة دخلت السفينة، والدتك أو سفينة أهلي العائلة وعائلي. الكونية. نعم، نعم، طلبت منه أن يأخذني، ووصلنا هناك. كنت جدا سعيدة أنني أي مررت بكل هذه التجارب. أحس نعم، أنني اتحدت مع الكون، وبدأت أكتشفه، وبدأت أفهم ما يجري حولي. ليس رائع فقط جدا. أصعد إلى أي السفينة وأنزل، أردت فعلا أن أكتشف. قلت لأمي، استقبلتني أمي، قلت لها، كنت أقفز من السعادة، أقفز أمامها أي فتنظر إلي بالسعادة، وكلها أقول لها اليوم اكتشفت الكون. أدخل حتى الآن لم تكتشف كثيرا، ولكن الآن سوف تكتشف. أها، عند بدأت يعني ذلك، رحلتك ممكن في المعرفة، ممكن الآن يعني أكثر. نعم، أي عندما قالت لي هذه الكلمة، نعم، رأيت نفسي أمام كيف سأصفه، شيء يشبه كهف كبير، وله باب مقفل، وعليه حراسة من أمام الداخلية. ماذا؟ من فضلك ماذا قلتي؟ شيء يشبه كهف أو مغارة أها، كبيرة، أي لها باب جدا عظيم أي ومقفل، نعم، يحرسه نورانيين ضوئيين، ويحرسه أيضا من الدراكونيان الخيرين. نعم، نعم، هم يشتركون على حراسته ويحرسونه بشدة. أي نعم، هذا أيضا أخذك، قصدك الحصان المجنح أم كيف كان وصلت معي. هناك؟ نعم، هو كان معي. أها، يعني عندما قالت لي أمي الآن ستكتشف الكون، عجيبة. أي مباشرة انتقلت، أخذني وانتقلت إلى يعني نظرت، رأيت أمامي هذا الكهف. نعم، عندما اقتربت لم يمانعوا اقترابي، طلبت الإذن بالدخول، فتحوا لي الباب وقالوا تفضلي. عندما دخلت، يعني مشيت قليلا ورأيت باب نوراني يشع نور، يشع نور، يعني أي قوة النور عظيمة عظيمة عظيمة. نعم، وعلى هذا الباب كانت الحراسة مشددة أكثر من الخارج. نعم، هنا طلبت الإذن بالدخول أيضا. أي أستاذ، النفق الضوئي الذي نمر فيه ونعبر إلى عائلتنا، أي عندما دخلت من هذا الباب المضيء، نعم، دخلت مباشرة إلى نفق ضوئي، أي أوصلني إلى قاعة كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. عجيبة. أي رأيت كائنات مضيئة نعم، مشغولة بسجلات ورقية ملفوفة لف مثل السجلات أو الرسائل القديمة، أي كيف كانوا يعني في قديم الزمان يعملون الرسائل هكذا بشكل مدور. نعم، مليئة مليئة، يعني لا أستطيع الوصف، طيب مليئة أشكال هذه، بالمعجزة. من فضلك لو تسمح لي، أشكال هذه الكائنات ممكن تصفيها؟ يعني هي كائنات ضوئية بأي شكل مثلا؟ يعني فقط ضوء، لا يعني أنت تتكلم مع شخص أمامك، لكنك لا ترى التفاصيل، لكن أها، بس ضوء، يعني يعني هي يبدو بأعداد، بسيط. كثيرة، كيف نعم، أحجامهم يعني؟ أي كأنهم يعملون، صح، يعني هناك عملهم، أها، يعطون ترتيب، يعني ترتيب رهيب. أستاذ، لا ترى شيء غير مرتب، عجيبة. أي يعني لا أستطيع أن أحصي أو أضع رقم للفافات الموجودة. كل لفافة، كل ورقة، يعني عندما أنت تنوي أن تعرف أو تتعرف على شيء، يعني مباشرة، يعني بنفسك تذهب وتجده لا شعوريا، يعني كأنها هي يعني تنادي عليك وتقول لك أنا هنا خذني. أي في البداية ألقيت البركة عليهم آمين.
وطلبت منها أن أسحب ورقة، فقط يعني أريد أن شو ما هذه الأكاشة، أريد أن أي يعني أتاني شعور أن هذه هي مكتبة الكون. أي صحيح. وكيف هي الديزاين، التصاميم بتاع هذه الأوراق؟ يعني مثلا أوراق شكلها بيضاء مثلا، ضوئية؟ نعم أها بيضاء، ولكن الكتابة ضوئية، أي، هل الأشياء الكتابة التي برموز؟ بيضاء. برموز؟ يوجد أشياء كانت برموز لم أفهمها، ويوجد أشياء بصور، أي و سأقول لك ماذا حدث بالترتيب كي أي لا أنسى. عزيزتي، أي طلبت أن أسحب ورقة، نعم فقالت لي النورانية التي استقبلتني بكل لطفها، إنها لطيفة جدا، قالت لي تفضل. سحبت ورقة، الورقة التي سحبتها كانت تحكي عني وعن أي حياتي نعم وعن كينونة روحي، أنا هنا في الأرض ماذا أريد، ماذا أحب، أي وفي النهاية مكتوب أنت نور. الله الله، أي فعلا أنت نجمة ضوئية. آمين أنا فوجئت بكل التفاصيل عني، صح. أي ولكن الكلمة الأخيرة أراحتني. نعم هنا هذه المسؤولة أي الكونية النورانية قالت لي الآن أنا سأعطيك ورقة، أها، يعني هي إن تختار لك. قصدك، يعني نعم هي تقرر أو تختار. أي نعم أعطتني ورقة كان مكتوب فيها، كتبت لك بالرسالة، كان مكتوب كلمات تشبه رموز، أظنها رسالة لي يجب أن أفهمها، يعني أي كلمات كتبتها، أنا سأقرأها لكم. نعم مكتوب النور هو الرب، آمين أنر تكون الكون، واتحد، السعادة نور، وأنت هو النور، آمين أي النور يرى النور، وما تراه أنت لنفسك يكون. آمين آمين آمين، رائع جدا. أي وحقيقي جدا، هذا مدهش حقيقة. كل شخص يسمع هذه الرسالة ممكن الآن تقرأيها مرة أخرى، وأقرأيها ممكن بصوت أعلى تقدرين من فضلك نعم، لو تسمحين. أي رجاء، النور هو الرب. النور هو الرب، كلنا لكي نسمعها الآن، النور هو الرب. نعم أي أنر تكون الكون. أمر، أمر نعم، يعني كل اطلب النور قصدك ولا تأمر؟ أنر من لا أنر من النور، ها يعني كل انر النور انر تكون انر الكون. اها اوكي اتحد، اي اتحد أظنها الاتحادية. الاتحادية طبعا. اي السعادة هي النور، نعم السعادة هي النور. اي وأنت النور، نعم النور يرى النور، اي طبعا ما تراه أنت لنفسك يكن. يكن. اي رائع جدا. وايضا نريد ان نصلي لهذه الكائنات الضوئية رجاء، ممكن ايضا كلنا نجتمع الان لان صلاة مهمة، فنملأهم بضوء الاكوان ونقول انتم ضوء الاكوان هكذا، ونتحد بكم، نتحد بحكمتكم، استلموا حكمتنا ونستلم حكمتكم. رجاء كلنا هكذا نقول، استلموا حكمتنا، نستلم حكمتكم، ونعلن أننا ضوء، ونعلن أنتم ضوء، أنتم روح أبدية، ونعلن الأكوان كلها روح أبدية. آمين 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 آمين. أي هذا رائع، مدهش هذا. أي هنا عندما قرأتها شعرت أن ما فيها يعني رسالة لي، نعم وكانت هذه الكلمات من نور. أي مثلا الورقة التي أنا أخرجتها رأيتها فيها كتابات عن نفسي، كان فيها رسومات وأشكال ورسومات من حياتي، أي وهكذا. نعم، هنا كانت حياتك الورقة الكونية الرسالة. قصدك ولا في نعم، الأرض الحياة الأرضية. كلها؟ آه أي نعم.
I see. أيضا ما سررت به أنها باركتني نعم. وأعطتني نور أشع إلى كل جسمي، أي. أعطتني إياه بسخاء، وكانت هادئة هادئة، لم تعطيني فقط النور للمباركة، وهذا هو، أعطتني، يعني أي. أخذت وقتها، نعم. يعني جسمي امتلأ بالنور الذي أعطتني إياه. أي. طلبت منها، وكنت هنا يعني بدأت بالبكاء. أنا منذ فترة طويلة جدا كانت دائما الكلمة التي تتردد على شفتي، أقول دائما أنه يا الكون أعطيني الحكمة. نعم طلبت منها الحكمة، رائع جدا. اقتربت مني بنورها، اي وقالت لي أنت ستبصري وتتبصري. وهنا صح. اي الكلمتين لم أفهمهما جيدا، فعلا. اي ما القصد تبصري وتتبصري؟ تبصري، تعرفي الحقائق اكثر أوكي، وتفهمين اكثر الامور، يعني الطبيعة الكونية، طبيعتك، من أنت. تمام. فهو هذا الصعود بالوعي. وبالمناسبة عندما تسمع كلمة الصعود بالوعي، انتبهوا شباب، بمعنى الصعود بالفهم والصعود بالحب. تلاحظون الحب والفهم معها طبعا التركيز والذكاء والشعور بالاتحادية. فهذا يعني الإبصار ممكن. نعم تتبصري، ما بعرف، ممكن ما بقى أنت اسأليها يعني. أي نعم عزيزتي. أي وهنا رحبت بي وقالت لي يعني في المرة المقبلة لن أي تمري يعني بمرحلة الدخول كما دخلت الآن. قالت لي أي تعالي، بأنه مرحب بك بالدخول بطريقتك الكريستالية، يعني أنه قدرة الكريستال التي عندك، آمين. أنه أي من مكان إلى مكان مباشرة. أي عظيم جدا. أي كنت جدا متفاجئة، لم يخطر ببالي الأكاشا ولا ربع بالمئة. أي كيف حدثت كل هذه الأشياء؟ لا أعرف. أي رجعت إلى السفينة، نعم كانت أمي، قلت لها أمي تعرفت على أرشيف ومكتبة الأكاشا، مكتبة الكون؟ أي قالت لي أنت تعرفيها منذ وقت، لكنك اليوم تذكرت. صح جدا، هي فينا كلها، لأن أنت الضوء طبعا، وإحنا قلنا هذا، يعني هي موجودة يعني أزليا فينا، لأن إحنا الضوء، يعني إحنا الأكوان طبعا. أي أستاذي، وقبل خروجي من الأكاشا على أي الباب هناك أي مكتوب كلمتين تشعان نور: أي النور يرى النور. صح. أي فعلا. أي هذه الكلمات قالتها أمي لي، أي أتذكر حينما قلت صح. لها، أي 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 وكانت كلمة عظيمة، عندما قرأتها تأثرنا. أي هنا، نعم هنا أي انهارت بالبكاء، وقلت الضوء أمي يرى كانت الضوء. تريد أن أي تقول فعلا، والضوء يخلق ضوء، بالمناسبة يكون ضوء. نعم والضوء يعيش ضوء طبعا. أي وصرت أقول لها أني عرفتها، وجاء صديقي وقلت له، قال لي أنت تعرفيها منذ زمن، صديقك اللي لكنك هو من اليوم كائنات ذكرت. الاندروميدا. كلنا أندروميدا، نعم. اي لان ايضا اوضح مره اخرى، هي عندها يعني بالجلسات الاولى، فهي عندها منذ الطفوله، يعني هي من كائنات الاندروميدا، وهي تعرفت على طفولتها، فايضا التقت باصدقائها الذين هم كائنات الاندروميدا، وما يزالون الى الان معها. فهذا فقط للتوضيح، يعني ممكن طلاب جدد اي يسمعون هذه الجلسات الرائعة. أيضا أتى أبي وحدثته بنفس الشيء والأكاشا، وأنا منفعلة وفرحة، إيه. فحضنني وأعطاني الكثير من الحب والنور، نعم. وقال لي أنت تعرفي كل شيء في الأكاشا،
ولكن قليلا قليلا ستتذكر كل شيء، اي ستعود إلى طبعا، تلك اي اي شعرت أنني من كثر لا أعرف، لا أعرف شيء جميل، شيء من جميل. كثر ماذا انقطع الصوت؟ من كثر ماذا وانقطع من كثر الصوت؟ البكاء كنت الله، ايه، منفعلة وسعيدة اها، جدا، ايه، وعندها استأذنت بالرجوع ورجعت، بقيت ساعات ايه، صامتة وأتذكر وأسترجع ماذا حصل معي. اي نعم، ايه، ترتيبات وحتى تكون ايه جميلة. وحتى يعني هو كلما أنت ترجعين، أو الطلاب يسمعوننا، كلما أنت ترجع بالذكريات، هيك نقول يعني الذكريات، إلى أن تصل، وإذا ألتقيك بعد 100 مليون سنة من التذكر، تمام، فتكتشف أنه أنت كنت نجمة ضوئية، أو ضوء، أو أكوان من الضوء. طبعا، فإحنا مرة أخرى فقط أكرر الحلقة 1179179، قسمناها 3 أجزاء، فإحنا مشينا يعني مع التجربة، لأن كانت فيها يعني عمق فلسفي وروحي، فإلى أن وصلنا، يعني رجعنا، ممكن نقول إلى البدايات. هي ما فيها بدايات، لكن فقط نستخدم اللغة هذه، البداية، يعني ما في في الكون بداية، لكن فقط من أجل التوضيح، فرجعنا إلى البدايات، ممكن التكوين، فتكتشف أنك يجب، لاحظوا كلمة أنك ويجب، تجد نفسك أنت نجمة ضوئية، أو هي نفس الشيء، يعني نجمة ضوئية وأكوان من الضوء الذي يسمعني الآن. تكتشف عندما تتذكر، خلي هيك نقول الذاكرة الكونية، إذا ترجع لك كلها، فنقول بص، هيك هاي اللغة، يعني اللغة المصرية، انظر، أنت النجمة الضوئية أو طاقة ضوئية. أي نعم، ضوء، يعني تشع ضوء، هو هذا أنت، والضوء هو الآن أيضا في أنفاسك، روحك، فكرك. أي طبعا، هو هذه الحقيقة الأبدية تسمى أيضا. أي الكون العظيم يباركك يا أختي، و يملأك بضوء الأكوان، وحقيقتك أنت ضوء أبدي يا عزيزتي، وضوءك ينير كل الأكوان. أيضا نصلي من أجل عائلتك الكونية، كائنات الأندروميدان، كلنا نقول باتجاه كائنات الأندروميدان الذين هم عوائلنا، باسم زعماء وزعيمات الأكوان، استلموا يا كائنات الأندروميدان، أيتها الكائنات العظيمة المباركة المقدسة، استلموا كل خير الأكوان وكل محبة الأكوان، تتجدد أرواحكم بضوء الأكوان، تتجدد حياتكم بضوء الأكوان، تعيشون محبة أبدية وسلام أبدي، وأنت يا أختي المباركة تعيشين حكمة أبدية، محبة أبدية وسلام أبدي. آمين 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 آمين. أي مدهش هذا، رائع حقيقة. الكون العظيم يبارك أختي ويبارك في سفراتك يا رب، هذا يعني شيء جميل جميل، هذا رائع، هذه السفرات هي عظيمة جدا طبعا، مدهش وفيها حكمة، إيه وفيها رسائل لنا جميعا. طبعا، إنه أنت ضوء، نعم، وهذه حقيقتك طبعا، أي مهمة، أشكرك عزيزتي، أي شكرا مهمة لك. هذه.